اللي خايف من التكييف كهرباء ومصاريف، عندك ايديا عن ماي ديا؟ واللي معلقه ابنها علشان نسي شغال، عندك ايديا عن ماي ديا؟ اللي تكييفه في الحر ما بيسقعش، عندك ايديا عن ماي ديا؟ واللي الصيانه مطنشاه ومقضيها في البانيو، عندك ايديا عن ماي ديا؟ تكييفات ماي ديا من اكبر مصنع للاجهزه المنزليه في العالم، باقوى تبريد واقل استهلاك للكهرباء وافضل صيانه بضمان 5 سنين من ميراكو. تكييف ماي ديا يستحمل ويعيش.